بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. أحسن، جزاك الله خير. أولا ما طرحته أخي جزاك الله خير يطرحه مليار مسلم على وجه الأرض، يطرحه علماء ومفكرون ورجال فكر ورجال بحث ولجان استقراء في واقع الأمة ولجان تغيير ومناهج عمل وجماعات حركية وجماعات تنظيمية، يطرح على شبكات الانترنت، في الكتب، في الدراسات، في المنتديات، في الملتقيات، على مستوى العالم العربي والإسلامي وعلى مستوى الآن الحوار العربي الغربي. هذا السؤال الذي أنت طرحته الآن هنا في المجلس هو حديث الأمة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وحديث الكبار والصغار، وحديث الساسة والعامة، وحديث رجال الفكر ورجال القلم، وحديث أهل المنابر والمحاريب وأهل البنادق والعتاد. هو هذا السؤال هو علة العلل وهو مشكلة الأمة بمجموعها. كيف نرتقي؟ كيف نطبق ما أمرنا الله عز وجل به تطبيقا عمليا؟ كيف نجسده حالا وأخلاقا في حياتنا؟ أنا أقول جميع من طرح القضية هذه طرحها من زاوية مثالية، الطرح المثالي، لذلك كل إجاباتهم كانت مثالية، يعني كان في إجابات لكن كلها كانت مثالية، فلذلك ما أعطت الإجابة فما زال السؤال قائم إلى الآن. الآن أدخل تابع بعض القنوات الفضائية، البرامج الإسلامية، تجد أن تطرح القضية نفسها على بصورة أو بأخرى. اقرأ إصدارات المكتبات الإسلامية الآن، يعني ما يصدر عن دور النشر والطباعة، تجد أغلب عناوين المؤلفات تبحث هذه النقطة تماما. راقب التسجيلات الإسلامية العالمية، تجد أغلب رجال الدعوة في العالم عم يثيروا هذه القضية من جوانب وزوايا مختلفة. السؤال قائم منذ عهد قابيل وهابيل، منذ أن قدما قربانا فتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال أقتلنك. كان الجواب عنده أنت طائع جيد كويس وأنا الظاهر ماني كويس. طيب شو الرد؟ الرد العملي أنت كويس أنا ماني كويس، لأنك جيد قبل منك القربان لم يقبل، أسير كويس يقبل مني، مو هذا المنطق؟ هذا هو، هذا شرع الله تماما. لكن بماذا كان يعني الجواب؟ الجواب أنت كويس فتقبل الله منك، أنا ماني كويس إذن سأقتلك. يا نسير اثنيتنا ماننا كويسين، يا إذن لا أقبل أن تكون أنت دائما أمامي تذكرني بأنني أنا لست جيد، أنا فيني نقص فمد يده. هذا منطق الناس، هذا منطق البشر. طيب لو شاء ربك ما فعلوه، سكانوا كلهم على بعضهم، آدم وحواء وقابيل وهابيل وكم واحد، لو شاء ربك ما جرى هذا تماما، ولا يعني شل يد قابيل قبل أن تمتد إلى هابيل بالقتل، مع أن يد الشرير امتدت إلى يد الخير، ومع أن المسألة مسألة قربان تقبله الله من هابيل فقتل بسببه. يعني هابيل محسوب على مين؟ سمعوني بدي الآن، طرح الشيخ أخطر مسألة على الإطلاق، فسيكون جوابها ليس لكم الآن، سيكون جوابها لكل من يريد أن يبحث عن العلة ويريد الحل. طيب لو هابيل كان محسوب على من؟ طيب قتل بسبب من؟ أحسن قول، احكي ايش بك متردد. لماذا قتل هابيل؟ لأن الله تقبل منه القربان. إيه طيب علق يعني يتقبل منه قربان يقوم يذبح بسبب ذلك؟ هل هذه مشكلته؟ هكذا كان منطقه قابيل. طيب لو شاء ربك ما فعلوا تماما، أنفذ الله عز وجل إرادة قابيل البشرية في أخيه هابيل فقتله وأسلمه للقتل.
وهو محسوب على مين؟ عليه. الله قادر أن يدافع عنه أم لا؟ قادر أن يمنع هذا أم لا؟ طيب لماذا أنفذه؟ عدين نحكي عدين شغل شباب، يلا نحكي كلام. لماذا أنفذ الله عز وجل قتل هابيل على يد قابيل؟ في إشكالية يجب أن نعرفها أحبابنا. ترى إلى الآن قد نتكلم كثير عن الدين وبالدين، لكن روح الدين أو حقائقه أو جوهرته مفقودة، والذي يفقد جوهرة الدين في فهمها يعني مهما اختزن من معلومات أو صار عنده ثقافات ومعارف وتحليل وفقه وعلم وكتابات، إن فقد الجوهرة السرية لن يفهم مشروع الدين، لن يفهم ما هو الدين وما هي ماذا يجري. طيب سؤالي أرد أسأل مرة ثانية، لماذا أنفذ الله عز وجل قتله؟ اسمع انتبه ماذا أقول، أنفذ الله يعني من قتل هابيل؟ خليك جريء معلش، القضية الآن فيها مسائل دقيقة جدا. من قتل هابيل؟ لو شاء أن لا يقتل يقتل؟ نحن نعلم أن السكين لا تقتل إن لم يأذن الله عز وجل، النار لا تحرق، هاي عقيدة أهل السنة والجماعة تماما، والأثر يظهر عند الآلة لا بها. تفهم ما معنى هذا الكلام؟ في عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدتنا بأن الآجال تنتهي بالأسباب عندها لا بها، يعني لما أنا آتي بالسكين وأجيب محمود أبو خشب الشيخ وأمرر السكين عليه تماما، لا بالسكين يذبح، إنما عندما حززت رأسه عندها لا بها، عندما حززت السكين أنفذ الله انتهاء أجله فخلق فيه الموت فمات. ها عقيدة أهل السنة والجماعة. ولو شاء لتعطرت السكين كما تعطرت يوم حزها إبراهيم على عنق إسماعيل فلم تذبح، مو صحيح؟ كما تعطلت النار حينما ألقي فيها إبراهيم فلم يحرق، صحيح؟ تماما. إذن عقيدتنا نحن أن الآجال تنتهي عند السبب لا بالسبب، فبلحظة يعني إمرار السبب القيام بسبب يخلق الله فعله، يخلق الله والموت مخلوق. إذن من قتل هابيل؟ طيب الواجهة التي وضعها لهذا قابيل، السبب للقتل القربان، القربان. طيب إذا أراد الله عز وجل أن ينهي أجل هابيل، هو منتهي أجله منذ أن خلقه بهذا اليوم، لماذا حط له الواجهة قضية القربان وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ قال لبناء مسألة أرادها الله جل تسمى صراع الحق والباطل، بس ما في شيء، أراد الله عز وجل أن يجري صراع بين الحق والباطل. طيب أول جولة، ثاني جولة، وثالث جولة. الجولة الأولى بين إبليس وآدم، الجولة الثانية بين قابيل وهابيل، الجولة الثالثة بين نوح وقومه. الجولة الأولى في سنة الصراع الحق والباطل من انتصر؟ أحسنت، انتصر الباطل، لكن إيش قال الأخ؟ في الظاهر. أحسنت. الجولة الثانية الباطل، ليش متردد خايف أشوف ما يعني. هذه لا مجاملة فيها. الجولة الثالثة الحق، لا ليس الباطل، الحق تماما. إذن الجولة الأولى يوم انتصر إبليس على آدم فأغواه وأخرجه من الجنة، انتصر نصر ظاهري تماما. في نصر إبليس الظاهري وهزيمة آدم الظاهري كانت المعادلة معكوسة في سنن الله عز وجل تماما، فكان هبوط آدم اللي سببه إبليس سبب لدمار إبليس الكلي، فأفلس من رحمة الله فهو الخاسر تماما، وكان في نزوله الذي هو هزيمة أن استحق الخلافة، خلافة التشريف عن الله عز وجل، لو كان في الجنة ما نالها، فكان بهذا الهبوط، فكان هذا هبوط كرامة لا هبوط مهانة تماما. طيب يوم قتل قابيل هابيل إلى أين ذهب هابيل؟ نحن قلنا أنتم تتفقوا معي أن الباطل انتصر، لكن لما ذبح هابيل إلى أين ذهب؟ الجنة. طيب ذهب هل لأن قابيل مد يد إليه أم لأن الله أنهى أجله؟ أنهى أجله. طيب قابيل أين ذهب؟ بقي بعد فترة، لكن بعدها مو بس إلى النار، ماذا مكتوب على قابيل يا طلبة العلم إلى يومنا هذا؟ ما زال قابيل يحمل نصيبا من كل دم يهراق إلى قيام الساعة. مين اللي انكسر؟
مين اللي خسر؟ اللي خسر حقيقة قابيل. إذا تغيرت الملامح، من شوي كان المنتصر الجولة الأولى إبليس، وكان المنتصر في الجولة الثانية إيش؟ قابيل، يعني الشر الباطل. لكن في حقيقة الأمر من كان المنتصر؟ الحق، الحق. آدم حينما نال تشريف الخلافة، وهابيل الذي ذهب إلى الجنة، قابيل ما زال يسأل عن كل دم يهراق إلى قيام الساعة كم سيعذب به، وإبليس الذي أفلس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يوم جاءت معركة نوح، لأن تستمر مسألة الصراع بين الحق والباطل كما يريده الله عز وجل، كم دعا نوح قومه. اعلموا يا سادة، أريد أن أنبهكم لقضية تماما، المنطلقات التأسيس لكي تتبلور مسألة الصراع بين الحق والباطل في قضية إبليس وآدم، قابيل وهابيل، نوح وقومه، هذه منطلقات فهم إلى قيام الساعة، يعني لم تنسخ، ما زالت قائمة في حقيقتها في جوهرها. كم بقي نوح يدعو قومه؟ 1050 سنة، صد ورد وعود و طيب من الذين لم يستجيبوا للدعوة؟ قومه، أقرب الناس إلى الزوجة والولد أيضا، حتى زوجته وولده لم يجسدوا دعوته، لم يستجيبوا لها، لم يؤمنوا بها. بعدها ما آمن معه إلا قليل تماما، أصح الروايات قيل 12 وقيل 70، أنا أرجح رواية 12 لأنها هي الأصح تماما والأقرب إلى الصوابية. والسر، قال إنه لن يؤمن من قومك إلا فلا تبتئس. طيب تعذبني 950 سنة، وآخر شيء تقول لي يا رب ترى يكون في علمك من أول لحظة أنت بدأت الدعوة فيها نحن نعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا هذول 12. طيب ليش عذبني 950 سنة؟ من أول لحظة يا علمني مشان أرتاح تماما، يا أغرقهم وريحنا. ما دمت أنت كتبت عليهم الإغراق وكتبت عليهم الإفناء وكتبت لي النصر بها 12 واحد، لماذا تبقيني 950 سنة وأنا أدعو في الليل والنهار؟ دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزن دعائي إلا فرارا، ثم إني أعلنت لهم، ثم إني أسررت لهم إسرارا. لماذا كل هذا العذاب يا رب؟ ليش تعذبني تماما؟ أرجع فأقول، حينما أراد الله عز وجل أن يبلور سنن الصراع بين الحق والباطل، بلورها كما يرى لا كما نرى. كيف؟ كما يرى. اخترت لك يا آدم إني إبليس يغلبك ظاهرا ينزلك من الجنة، واخترت لك يا هابيل أن يقتل قابيل بسببي، تقبلت منك القربان مشان يقتلك تماما، واخترت لك يا نوح أنك تبقى 950 سنة تدعو في الليل والنهار، ثم حتى زوجتك ما تؤمن بك تماما، وهذه مشيئتي نافذة. أين امتحانك أيها العبد؟ نصل لنقطة قبل أن لسه ما جاوبت الشيخة، هذه اسمها استهلال، يعني قضية ضخمة جدا على مستوى، أنا ما أقول الأمة الإسلامية، على مستوى امتداد رسالة التوحيد منذ آدم إلى قيام الساعة، بس لازم نفهم مشان ما نظل مضطربين ومتخربطين، نثبت نرسخ كالجبال تماما، حتى لو وجدنا أنفسنا فجأة في صحراء قاحلة كل الناس يعادوننا ويرموننا، ما أضطرب ذرة ولا أتزعزع لحظة، أنا على ما فهمان، الجوهرة معي، سري معي، وطالما السر بنوره ولؤلؤته في الداخل معي، أنا أرى الأشياء على حقيقتها، فلذلك أمشي واثق الخطى، مطمئن، ساكن تماما. أهبطت، رفعت، ذبحت، قتلت، تعذبت، دعيت 950 سنة ما حد استجاب، أنا مطمئن لأن الجوهر معي في داخلي، فهمان سنة الله عز وجل في هذه المسألة. إذن أرد فأقول بعد كل هذا، أين امتحانك أيها العبد؟ أين امتحانك؟ امتحانك في الفهم وعدم الفهم، في الفهم وعدم الفهم، هنا السر، في الفهم وعدم الفهم. إبليس ما فهم، آدم فهم، آدم استغفر، إبليس استكبر، هابيل فهم، قابيل ما فهم، قابيل مد اليد، هابيل قال لا إن بسطت إلى يد لتقتل ما أنا يبسط يدي، فهمان اقتل تفضل، لن تقتل أنت، سينهي أجل ربي سبحانه وتعالى تماما. نوح فهم، قوم نوح لم يفهموا، نوح فهم، ابنه لم يفهم، قال اركب معنا ولا تكن من المغرقين، قال سآوي إلى جبل يعصمني، جبل يعصمني من الماء، لا هي مسألة جبل ولا هي مسألة ماء
ولا مسألة إيدي أو إيدك، ما ظل لنا اختيار، افهم. قال لا عاصم اليوم مو من الجبل ولا من الماء ولا من غرق، لا عاصم اليوم من، إن لم تغرق ستقتل بغيرها. إذا كنت مع الجبهة الكافرة أنت خسران، ما يقضي الجبل ولا غيره. المسألة مسألة فهم أيها الأحبة، واضح علي؟ أين اختبارنا الأكبر؟ في الفهم. طيب أؤكد لك هذا بموقف واضح بين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذهبوا إلى تبوك اللي هي غزوة العسرة، تمام؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انخذل فلان. يا رسول الله انخذل في غزوة العسرة، كانت في وقت صيف حار شديد، وين الفتنة؟ الجو حار والمنطقة الراحلة عليها قاحلة، والمدينة يومها من أطيب أماكن الأرض خضرة وماء وظلالا تماما، الزوجات موجودات والأولاد والشجر كله قد أثمر والبساتين أزهرت والينابيع متفجرة. اتركوا هالمنطقة واذهبوا معي إلى تبوك، الطريق قاحل، صحراء، رمضاء تماما. شوف الفتنة وين، أن تترك المريح وتلجأ إلى المتعب. ففي الطريق يأتوني النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انخذل فلان، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انخذل فلان، تماما. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد إلا أن يقول كلمة واحدة، تحفظون أم ويل؟ ما هي؟ تمام، دعوه، كان يقول دعوه، تماما. إن علم الله فيه خيرا ألحقه بكم، الله علم به خيرا ألحقه بكم، وإن لم يعلم به خيرا وإلا فقد أراحكم الله منه. ربطها بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. الشيخ جزاه الله خير دائما يبدأ أغلب كلماته في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لكن في نقطة يجب أن ننتبه لها في الحديث، هل مسألة يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفهمه، هي معناها أحكام الصلاة والصيام والطهارة والوضوء؟ لما اختزل العلماء معنى الحديث في هذا الجانب الضيق من فروع الشريعة يعني عطلوا سر الحديث. هنا يفقهه في الدين عن هذه الجوهرة التي أتكلم عنها، وليس في الأحكام، وليس في الأحكام. والدليل إكمال الحديث، إذا أكملت الرواية، شو كمالة الرواية مشايخنا؟ وإنما أنا قاسم والله يعطي. طيب ما دخل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين تماما وبين وإنما أنا قاسم والله يعطي؟ طيب أنا قاسم هنا لماذا؟ شو وجه الربط؟ طيب من هم من يقول حسب الظاهر هي الغنائم، تأتيني الغنائم من الله عز وجل فأقسمها تماما. اللي فهمان ما يجد في نفسه لأنه موكل إلى حقيقة الدين الذي عنده، فلا يعترض ولا يشذ ولا يفرق جماعة ولا يسوي مشاكل، عطيته ما عطيته واحد تماما. واللي ما هو فهمان اللي محجوب بالظاهر، يا أنا مو جاهدت معك، مو قاتلت معك، مو دعوت إلى الله، مو فرغت نفسي، لماذا لم تعطني؟ أنا صحيح أقول أنا قاسم، من الذي يعطي؟ الله، أنا مجرد سبب، إن أراد أن يعطيك من خلالي أعطاك، ما أراد ما في مشكلة. اللي فهمان ما يسوي مشاكل، اللي ما هو فهمان يسوي مشاكل. هذا حسب المعنى الظاهر. أنا أرى أني أنا قاسم ليس فقط في قضية الماديات والغنائم والفيء وما إلى ذلك، أنا أرى أني إنما أنا قاسم لكل شيء. إذا ربطناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من يحب. فإذا القسمة هنا تكون قسمة فهم، قسمة فهم، قسمة من يريد الله به خير يفقهه في الدين، فأن يفقه حقائق الدين وأصوله وكلياته. أين اختبار العبد الأصلي الأساسي؟ في إيش؟ في الفهم. طيب مسألة الفهم من يملكها؟ الله. بدأنا الآن بدأنا ندخل في الجواب. طيب هل نحن قادرون على أن ننجح أحدا في اختبار الفهم؟ ما لنا قادرين. الدليل
قول الله سبحانه وتعالى ليس لك أمر شيء، وقوله إنك لا تهدي ولكن الله ما شاء، وقوله ليس عليك هداهم، وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا مو أنت ما على الأرض لنبلوهم أيهم أحسن عملا، تمام، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضخم المسألة، قالوا إن خذل قال دعوه إن كان فيه خير فسيلحق الله بك. بعد شوي بدي راجع نفسه، بده يفهم ويلحق الركب، سيأخذ دوره، اطمئن سيرتقي. السؤال عم يطرحه الآن العالم الإسلامي، متى نرتقي ونجسد هذه الحقائق؟ سيرتقي. طيب وإن لم أراحكم الله، هل نملك أن نغير في هذه الحقيقة شيء؟ طيب أنا الآن لو بإيدي أفتح مصنع، أصنع في مادة سرية، لأن تماما هي مكونات الفهم، أعطي لهذا رشفة ولهذا جرعة ولهذا لهذا حتى يكون الناس كلهم يفهموا تماما فيلحقوا بنا، وأرتقي بالأمة وأنهض بها من خلال هذه المواد. والله لو كلف الدمي، لو أعرف أني دمي فيه المادة لأقطعن أوردتي وأسقي الناس من دمي. خذوا، خذ الجرعة إذا كان في هذا الدم، لكن ما تملك. هو يعلم أنني أقول حقيقة وأنني أعني ما أقول، لكن ما أملك. طيب هذا اختبار للأمة واختبار لمن يدعوها، لمن يريد الارتقاء بها. تدعو تتكلم 1000 محاضرة 2000 محاضرة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن ينفذ سنته تماما، فيبتليك أنت بأن لا يرتقي الناس، بظل 950 سنة، ثم آخر شيء يقول لك يا أنا كنت أعلم أني ما راح يتبعك إلا هذول، بس هذول هم بس. طيب 950 سنة أظل أتعب في الليل والنهار تماما، ثم يبتليهم هم بأنه يعاملهم على ما يعلم منهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم هذه حقيقتهم، فإن كان فيهم خير سيلحقهم الله سبحانه وتعالى. من سنن الله عز وجل اللي بلورت سنة الصراع بين الحق والباطل أيها الأحبة، منذ إبليس وآدم وقابيل وهابيل ونوح وقوم، مستمرة إلى الآن وهي ممتدة، كل الأنبياء مع أقوامهم إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الحاضر. من ضمن جزئيات هذه السنة التي يجب أن نعيها وندركها أن الله، اسمعها الله، مو أنا ولا أنت ولا أي أحد، أن الله عز وجل رتب على أن القليل هم الذين يفقهون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم تماما، وأن الأكثرية هم في ضلال تماما، وأن هذا القليل من الأكثرية، هل قليل هذا اللي هم يعني سيكونون في طرف الله عز وجل ويتحملوا ويصبروا تماما، هؤلاء ليسوا صنفا واحدا، هكذا أرادهم الله. يعني من الذي يراجع الله فيما أراد؟ من الذي يغير هذه الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى هل قليل ذول رتبهم مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، تمام؟ هكذا أرادهم الله. هنا السر، لما أنت تفقه هذا نجحت في الاختبار، تتعامل مع الأمور بكل اطمئنان وثقة. إيش يصبح دورك؟ يصبح دورك أن تستمر على منهج الله في الدعوة والبلاغ والتذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى أن تلقى الله عز وجل دون أن تجزع ولا تفزع ولا تكل ولا تمل، ولا يخيفك تهديد ولا وعيد ولا إغراء ولا إغواء يؤثر عليك، ولا تضطرب، وتبقى على ثقتك بربك وثقتك بدينك وثقتك برسالتك حتى تلقى الله وأنت على ذلك. فيأتي أنبياء قبلك وليس معهم أحد، فمن أنت بعد هذا؟ هذه هي اسم الجواب الكلي، الجواب الكلي في فقه هذه السنة التي يجب أن نعيها تماما إذا أردنا أن ندخل فيما هو أدق في المسألة. طيب نحن نقول الارتقاء بالأمة، نحن نرتقي بالأمة بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. يعني تصور أن الله جل وماني مكلفني أنا فاضل وجع الراس، هذا عباد عبد رب يصطف له اللي يطيع واللي يعصي، في جنة وفي نار، وللجنة خلق وللنار خلق، أنا فاضي أوجع راسي في الليل والنهار أتحمل هذا وأرقص بعرس هذا وأرضي هذا وأصبر على أذى هذا وأعلم هذا وأعالج هذا وأفرمت يعني متقاعد، يعني خلصت شغل وإني ما ظل شيء، أنا قيوم على خلقي مهيمن عليهم، أملك الأمر كله، عبدي أنا لست بحاجة إليك،
تماما أنت بحاجة إليه تماما. عبدي أنا لست أجهل ما يجري، أنا أعلم منك بما يجري وأنا أحرص منك على ما يجري تماما. وأنا لو شئت وأردت يا عبدي لغيرت عبادي في لحظة، في لحظة سواء أغيرهم من معصية إلى طاعة أو حتى أذهب بهم وآتي بخلق جديد. وقد هدد الله بمثل هذا لكن لم يفعل سبحانه وتعالى، خوف لكن لم يفعل. إن يشاء يذهبكم، يمسحكم من على وجه الأرض كل هالجيل المعفن هذا، كل هالبشرية هذه المنتنة لحظة. والدليل أنه قادر يسوي له هزة زلزال في اليابان، يسوي له إعصار في أرمينيا، يسوي له بركان في جزر أندونيسيا، يسوي له حادث سير إسقاط طائرة. شوفوا ترى أنا كلها بأمري، أنا لو شئت وسعت الزلزال شوي ما تركت عليها من أحد. يعني اللي ما اللي يهز أرضه في اليابان ما يهزها في بلاد الشام، يهزها تمام. عم يعطينا إشارات ترى إن يشأ يذيبكم ويأتي بخلق جديد. لا تعجزني أمريكا ولا يعجزني اليهود ولا تعجزني هؤلاء الذين محسوبين علي تماما، بس أنا قبلتهم هكذا، هكذا هي إرادتي مشيئتي. طيب يا رب أنت أعلم وأحكم وشايف، طيب أنت أغير منا، ما عم نتحمل. أنتم لستم آلهة، أنتم بشر، جزء من تكليفكم أن تبطنوا أنفسكم أن تتحملوا، هذا جزء من النجاح الفهم. ويجب أن تعلموا أني أنا ما أحلت الأمر إليكم، أنا قعدت أحلت نفسي إلى المعاش، لا لا، أنا عم ببتليك بس أختبرك عبدي، حاول أن تصلح عبادي، انصح هنا وعلم هنا وربي هنا ووجه هنا وذكر هنا وحاول تماما، لكن اترك الأمر بالنهاية لي. أنا ما زلت مهيمن على خلقي، ما زلت قادر على كل شيء، ما زلت قادر، بس تكليفك وامتحانك واختبارك هذا. فهمان؟ فهمان يا رب، بس السر عند الفهم. أنت فهمان ما يجري؟ فهمان يا رب. الذين يعني يزاودون على الله خسروا قبل أن يخسر الكفار، ترى انتبهوا، لا تزاود على الله. إذا قلت لك الحديث الصحيح أخوين طائع وعاصي، الطائع تماما ما هو فهمان، طائع لكن ما هو فهمان، يمر على الأخ العاصي قل له اتق الله، تب إلى الله، يقول له خليني وربي، أبعثت علي رقيبة، يعني الله شايفني يا أخي أنت تنصحني، تب إلى الله، يقول له خليني وربي، أبعثت علي رقيبة. فبيوم الأيام ما هو فهمان، هذا أحمق جاهل، خسر في اختبار الفهم فضل وأضل وهلك. قاله اذهب فلن يغفر الله لك أبدا. تمين قال لك أخي، مين اللي أعطاك الصلاحية؟ من يا ترى إذا أمرك أن تدعو أخذت صلاحية الله عز وجل في العذاب والعقاب والثواب وصرت تتحكم أنت بمصائر الخلق؟ قال لن يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي يزعم أني لا أغفر لعبدي وعزتي وجلالي غفرت لعبدي وأحبطت عمله. تعرف خطورة هذا الكلام يا أيها المتنطعون أو المستعجلون أو أصحاب الأفاق الضيقة على عباد الله عز وجل؟ الله جل قبل عباده على ما هم عليه، قبل شايفهم كافر وفاسق وضال وملحد وزنديق ومبتدع ومحدث وضعيف، قبلهم شايفهم، شايف يعلمهم تماما. اختباري أنا فهمان أن الله عز وجل قبل عباده، فهمان، فهمان أن الله لو شاء لذهب بهم، فهمان، فهمان أن الله ما زال قادر على أن يغيرهم بلفظة كل، فهمان تماما، فهمان فهمان فهمان. دورك ماني فهمان، شو دورك؟ دوري بدي أبيد، بدي أزلزل، بدي ما هي شغلتك أنت، ما هي شغلتك هي. افهم دورك، ما هو دورك؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، تحاول. طيب حاولت مرة وثنتين وثلاث، أين حدود صلاحياتك؟ قال حدود صلاحياتك لا لماذا لم يتغير الخلق أبدا، هي ما هي صلاحياتك، هي بيد الله، من صلاحيات الله عز وجل. أما صلاحياتك، هل أحسنت في تغيير الخلق؟ زين، هل أنا أحسنت؟ يعني مثلا هل عرفت كيف أدعو بالحكمة من تصلح معهم الحكمة، وأدعو بالجدال من يصلح معهم الجدال، وأدعو بالموعظة من يصلح معهم الموعظة؟ هل ترفقت في عباد الله؟ هل ألححت؟ هل لما كنت أدعيه أدعوه وأنا في قلبي جمرة من نار، يا ترى يلا يلا يهتدي، يلا إلى الجنة، إلى الجنة، إلى الجنة، وأنا أتألم عليه إذا ما اهتدى؟ أم أنا لما أدعوه وفي قلبي يعني تماما قطعة من عفونة، تهتدي لما تهتدي؟ والله إذا اهتديت يكون الحمد لله ربحنا أجرك، ما إلى جهنم وبئس المصير إذا ما اهتديت، بكرة في جهنم أشوفك أتشفى فيك. هكذا، هذا مو فهمان. شو الفرق بينهما؟
بين واحد في قلبه جمرة يا رب يهتدي يا رب يهتدي، عم تذله وتتواضع له وتريم، وأنت تعلم أن الله قادر على تغييره. تكليفك تكليفه يا رب، نجحت شوفني يا رب، شوفني كمني أنا أديب، شوفني كم أنا متواضع لعبادك، أنا فهمان ترى أنا عم أدعو وأنا أحمل في قلبي الرحمة وأنا أوقن أن المغير أنت، أنت الهادي تماما. فإذا اهتدى فرحت بهدايته، وإذا لم يهتدي حزنت عليه، وإن شاء الله أحاول مرة ثانية، سأجدد مرة ثانية. بين أن تحمل في قلبك نتن لو فاح ريحه لما طاق أحد أن يجلس معك باسم الطاعة، ها باسم الدين، أخي ترى طريقك هذا جهنم، يعني تهتدي يكون خير ربحنا أجرك، ما تهتدي في كثير مثلك، مصيبة مصيبة أحبابي. اختبارنا الأساسي والكلي في مسألة الفهم، ما بعثنا على أحد رقباء. ماذا قال عيسى؟ وهو كلمة الله، وهو المدلل والمقرب والمحبوب. ماذا الحوار الجميل الذي سيدور بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انتبه ما أجمل هذا الأدب النبوي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته ربما قلت ترى نسيان أنا، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أدعوهم وأنصحهم وأرفق بهم فلما توفيتني أنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، هذا هو الفهم، فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وين صار الصدق كله؟ في الفهم، في الفهم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت أنت أنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم الآن، ما قال له ترى يا رب هذول أنا دعيتهم ترى طول عمري وبعد قال صلبوني، قال صلبوني أنا ما انصلبت، كان يحسن يقول هيك يا رب هذول من النصارى شو هم احرقهم في جهنم أنا متبرع من. لا لا، قالهم قاله سبحانه عيسى قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني بهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. أنا ما ضل شغل، أنا انتهت مهمتي، قلت لي ذكر بلغ أنصح فعلت، انتهت مصلحتي، ما ضل لي دور أبدا. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ليلة بتمامها ليلة كاملة يصلي ويردد هذه الآية بس، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نحن مسؤولون على أن نراجع رصيد إخلاصنا في دعوة الناس، نراجع رصيد فهمنا لمشروع دعوة الناس وإنقاذهم، نراجع رصيد وسائلنا تماما بما يصلح للزمان والمكان والأشخاص الأدوات بس، أما ما بعد ذلك ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو منه جل في علاه. شوف، تمر فترة على الأمة تنتصر فيها، تمر فترة على الأمة تنكسر فيها، تمر فترة على الأمة ألق، تمر فترة على الأمة فتور تماما. العموم ما لك مسؤول عنه، تعيش في فترة انتصار، تعيش في فترة انكسار، تعيش في فترة ألق، تعيش في فترة فتور، هذا أنت ما لك مسؤول عنه أمام الله عز وجل. طيب أنت مسؤول عن دورك في هذه الفترة، إذا كنت في فترة الانتصار هل ستعمقه تعطيه مشان يثبت؟ وإذا كنت في فترة الانكسار هل ستسعى أن يزول أو تخفف منه؟ دورك، دورك أنت كفرد. طيب أما الحالة العامة هذا اختبار الله وابتلاء الله سبحانه وتعالى. الآن لو أردت أن أرجع للبداية إلى إبليس وآدم وإلى قابيل وهابيل، من الذين انتصروا الآن؟ معلش خلينا نتكلم بشيء من 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 سر التوحيد، من فهم الدين. من الذي انتصر الآن تماما؟ هل الذين انتصروا شهداء فلسطين أم اليهود؟ لو من شوي أنتوا قلتوا لي إبليس انتصر، لما من شوي كنا عم نحكي وقلتوا لي قابيل انتصر، شوي تغيرت القناعة لما فهمناها في سرها. نقول اللي انتصر ظاهرا
أساس اليهود. أما في الحقيقة من انتصر؟ شهداء فلسطين. من الذي انكسر؟ اليهود، لأن صار عليهم نصيب من دم هؤلاء الأبرياء الموحدون، وهم سيعذبون في النار أبد الآباد، ورصيد الدم الذي يهراق سيأتي يوم يفجره الله عز وجل بغضب منه، يهيئ جندا من جنوده يسحقهم سحقا لهؤلاء اليهود. فهم منكسرون في الدنيا بعد ما يبنوا دولة ويظنوا أن خلاص بلغوا الأوج، ثم خالدون مخلدون في النار يوم القيامة. المنتصر حقيقة هم الذين ماتوا على التوحيد، هم الذين قصفوا وهم على التوحيد، والذين انكسروا حقيقة هم أعداء الله سبحانه وتعالى. الذين انتصروا حقيقة هم من هم في سجون الظالمين والطغاة، يعني يعيشوا في العتمات والظلمات، والمنكسر حقيقة هو الذي وضع القيد في أيديهم وأرجلهم، لأنه سيسأل عن كل لحظة ودقيقة في مصادرة حريتهم، وسيسجن سجنا أبديا يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. إذن لما نفقه هذه السنن والحقائق أين يصبح دورنا؟ وين نبدأ نحن نسأل المسألة؟ دائما يعني أقول للذين يطرحون هذا السؤال الكبير أني لماذا لا نرتقي؟ لو كان الارتقاء بأيدينا لصنعنا له إكسيرا، لكن لما يكون الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وله مشيئة تنفذ في مراحل الأمة، فما علينا إلا أن نحاول دون أن نضطرب ولا نجزع ولا نفزع ولا نكل ولا نمل، ونظل نحاول 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 نحاول، متهمين أنفسنا، تبقى متهمين أنفسنا بالتقصير، بعدم الإخلاص، بعدم الصدق، بي بي بي، إلى أن يهيئ الله ظرفا وتنفذ سنته ويرتقي بالأمة إلى ما هي عليه. سؤال: إذا أراد الله عز وجل الآن أن يرتقي بالأمة، نقول لقد أذن الله سبحانه وتعالى أن ترتقي الأمة وأن يجري على أيديها النصر، تماما، ما هي المعالم الشرعية لهذا الارتقاء؟ يعني ما هي المواصفات الشرعية لهذا الارتقاء؟ جيد، كيف يعني؟ لا، بدأ أسألك سؤال آخر من زاوية أخرى، هل يعني معنى هذا أن تكون الأمة في هذا الزمن في القرن 21 نسخة عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي أو في عهد الخلافة الراشدة؟ جاوبني هيك بجرأة، أحسنت، قولها بملء فمك. قولها، لا، لأن الله جل رتب لذاك الجيل ما لم يرتب لهذا الجيل، فقبل من هذا الجيل ما لم يقبله من ذاك الجيل. إنكم لو تركتم معشار ما أمرتم به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لهلكتم. طيب، ويأتي على أمة زمان لو فعلوا معشار ما أمروا به لنجوا، يعني نجوا بكل معنى الكلمة، لانتصروا وأقاموا خلافتهم وانبسطوا وصاروا خير أمة أخرجت للناس، لنجوا. بماذا علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. طيب، من الذي أوجد الأعوان في ذاك الزمن؟ ومن الذي لم يوجد الأعوان في هذا الزمن؟ هذا جزء من امتحان الأمة في هذه المرحلة، جزء من امتحانها في المرحلة، ما وجد لها أعوان، هكذا، هي مشيئتي في الفترة هي اخترت، ولذلك قبلت منكم 10%، تمام؟ لما تفهم ترتاح، لما تفهم هذه الحقائق تطمئن، تجد في نفسك أريحية 100%. طيب، الآن نحن الآن بلورنا الجوهرة. طيب، ظلت أخطر جزئية في هذا السؤال. في شيء في التوحيد يعرفه طلبة العلم، مشايخنا جزاهم الله خير، في شيء اسمه الإرادة الإنسانية والإرادة الإلهية، زين؟ إرادة إنسانية وإرادة إلهية، وما زالوا مختلفين إلى الآن، وهم علماء توحيد للأسف، يعني ما زالوا مختلفين، ما هو موقف الإرادة الإنسانية أمام الإرادة الإلهية؟ هل يترى في تداخل؟ انتبه عليه، في تداخل بين الإرادتين تماما، أم في احتواء الإرادة الإنسانية ضمن الإرادة الإلهية، أم في تتابع؟ مفهمات الصور الثلاث قبل أن نصل المخيرة، لا لسه في نقطة أدق منها، لا قال الإنسان له إرادة لما له إرادة؟ طيب، من أوجدها فيه؟ طيب، قبل أن تسأل عن إرادة الإنسان، الإنسان كله من أوجده؟ فالذي أوجد الكل الإرادة جزء منه، من أوجدها؟ هلا بتشطحوها شوية إنه بدأت تصل الأمور لنقطة. طيب، إذا الله جل هو الذي خلق الإنسان، طيب من خلق فيه الإرادة؟
طيب من يحرك الإنسان؟ من يحرك إرادته؟ طيب الله عز وجل أراد من الإنسان، أراد من هذا الإنسان أن يرتقي. إحدى القضية المطروحة الآن، أيها العبد إذا كنت ضعيف لازم تقوى، عبدي إذا كنتم مفككين اجتمعوا، عبادي إذا كنتم مختلفين اتفقوا، إذا كنتم في ذل عزوا أنفسكم، عبادي إذا كنتم في آخر الركب تقدموا الأمام، متباغضين تحابوا، مبعثرين اعتصموا. تماما، أنا أردت منكم ذلك تماما، وأنا خلقت فيكم إرادة تماما، من خلال هذه الإرادة تحركوا، يلا نفذوا إرادتي من خلال إرادتكم التي أنا أوجدتها فيكم. فيأتي العبد، العباد يبدأون باستثمار إرادتهم التي خلقها الله فيهم لتنفيذ إرادته. طيب إرادتهم صارت تابعة لمين؟ اختلف أهل العلم، قالوا هل الإرادة الإنسانية اللي الله عز وجل عم يحاسبني بها، يقول لي افعل ولا تفعل وارتقي وتوحد وانتصر وأثبت وضحي وقدم، أنا عندي إرادة عم يطالبني الله عز وجل هو خلقها فيني، هذه الإرادة تماما هل يا ترى تابعة لإرادة الله؟ يعني بعد ما ينفذ الله إرادته تصبح إرادتي تابعة لإرادته، أم هي ضمن إرادة الله تماما، أم هي متداخلة مع إرادة الله عز وجل؟ أين الصور؟ أي الصور الثلاث صحيحة؟ الثلاث غلط. تصور وين المشكلة؟ الثلاث صور غلط، طرح القضية من أساسها غلط تماما، لأني الذين طرحوا المسألة وبحثوها وفي مؤلفات وكتب عم تدرس، عم تدرس منذ قرون، والناس على أساسها يدرسوا التوحيد تماما، وفقدوا الجوهرة. تعال إذا قلنا مثلا أن الإرادة الإنسانية تابعة للإرادة الإلهية، التبعية، تبعية الإرادة ماذا يستلزم هذا؟ يستلزم اللزومية، معناته أنا غصبا عني لما أراد الله عز وجل مني تحركت بإرادة خلقها فيني فأنا ملزم بهذا. طيب ما استفدنا شيء؟ لم نستفد شيء. إذن الأمر بقي وين؟ عند الله. طيب إذا قلنا متضمنة الإرادة الإنسانية ضمن الإرادة الإلهية، ما عاد لها دور، تعطلت، هل يمكن يا ترى أن يسأل عن قطرة الماء في البحر؟ هل يمكن أن تقول شوفوا يا شباب ترى في ربع رتل لتر ماء أنا يعني أفرغته في نهر تماما، وين الربع لتر؟ موجود، وينه؟ مع الماء، أين هو؟ يعني دقق، امتزج الماء كله، متضمن صار. فإذا أيضا هنا أنا لما أقول متضمنة الإرادة الإلهية، الإرادة الإنسانية، فإذا أنا عم أتكلم عن شيء مثالي، عن شيء يعني وهم لا حقيقة له. طيب إذا قلت متداخلة، إذا قلت التداخل، أنا أعطيت الإرادة الإنسانية استقلالا عن الإرادة الإلهية، فأثبتت للإرادة الإنسانية، أثبتت لها وجودا، فإذا أثبتت لها وجودا يكون هذا الوجود يعني مع وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أعطيها صفة القدم، وهذا محال. طيب وصفة المسألة، أين أنا يا رب؟ أين أنا؟ وين أنا؟ أنت قلت لي افعل ولا تفعل وعندك إرادة وأنت مسؤول أمامي. قال شو المسألة هون؟ قال إذا ذكر كل هذا فأمسكوا. هذا جواب؟ هذا الجواب، تمسك؟ نعم أمسك. وين الأمر؟ إرادة نافذة، رغم أنف بوش وشارون والظالمين، ورغم أنوفكم، ورغم أنفك يا أبو ذر لما قال له وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة من قال لا يا الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق ما عم تزبط معه؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال على رغم أنف أبي ذر. فهمت ما فهمت؟ استوعبت ما استوعبت؟ هذا الجواب تماما. طيب القضية إذن هنا صفت. الله عز وجل في كليات القرآن حينما أعطى الأوامر، هل شي مر عليكم آية تماما يعني تعطي للإنسان فعل استقلال في الموت، في الحياة، في الرزق، في المرض، في النفع، في الضر؟ مر عليكم شي آية؟ إذا مر شي ذكروني فيها آية تعطيك استقلال، استقلال يعني أنت مستقل فيما تفعل. ما في. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب قال يا رب أنا أعديت وجبت السهام وجبت الجند وحطيت ورميت على المشركين في بدر، لسه الصحابة لم يساورهم الشك في أنهم انتصروا، نزلت الآيات تقرعهم في امتحان الفهم. فماذا قال الله عز وجل؟
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين بلاء حسنا. وين البلاء؟ في الفهم يا سادة، صدقوني في الفهم. ترى لا تخملوا حالكم، انتم جمعتوا حالكم، انا جمعتكم، والدليل اني انا جمعتكم انتم اصلا طالعين، مو انتم طالعين، انا اخرجتكم مع نبي على غير اراده من نبي، انا خرجته تمام، اخرج تماما مشان قافله، لما وصلت نجيت انا القافله، انا انجيتها تماما، ووضعتكم امام معركه مباشره، انتم ماكم مخططين لها ولا مستعدين لها ولا ابدا، وما عندكم من القوه شيء البتة. مين اللي ألهم الحباب ان يقول ليس هذا بمنزل الحباب لحاله؟ لقد افهم الله الحباب فقال ما قال تماما. ما الذي يعني اعطى الصحابه هؤلاء قوه اليقين؟ الله الذي بلا اله الا الله ثبتت قلوبهم، والا هم لا شيء بنا. امضي لما امرك الله يا رسول الله، هو الذي ثبتهم وبشر الصابرين ويثبت اقدامهم، التثبيت من الله سبحانه وتعالى، اللي نزل المطر، اللي جعل الارض نديه تحت اقدام المشركين، كل هذا من الذي ارسل جبريل والملائكه يضربون اعناق الكافرين والمشركين ويضربون بنانهم، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. من الذي يلقي في قلوب الكافر الرعب؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يري المسلمين في اعين المشركين مثلين؟ الله. من الذي قلل المشركين في اعين المؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى. اذا لما تنظر في المعادله من الف الى ياها، ترتيب الهي، كلها ترتيب الهي، معنويا، ماديا، ارض المعركه، وقت المعركه، زمان المعركه كلها. فالصحابه قالوا انتصرنا، قال وما رميت اذ رميت. ليش ما ليش قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى؟ تماما. اول شيء قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قال هذول الصحابه، مع أتى اللي كان سبب النصر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فورا خصه بعدها، قال له انت كمان، وانت يا محمد، إذا هم من شوي يقولون فلم تقتلهم، وأنت وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، ليس لك من الأمر شيء. طب وين امتحاني؟ أن تقوم على أمري. قلت لك قاتل، قاتلت، ادعو دعوت، مستعد استعديت، تتحمل اصبر تصبر، هذه إرادة النافذة. طب أين الحكمة؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، قال أبو بكر الصديق، العجز عن درك الإدراك إدراك. أين امتحاني؟ أقوم على أمر الله وأسلم له، لا أقول أنا ولا بجهدي ولا بإمكاناتي ولا ليش ولا ما ليش ولا متى ولا كيف سننتصر وكيف سنرتقي وكيف، هذه أدعوها لله الواحد الأحد جل في علاه. الذين تعلموا أو تعودوا على النمطية التقليدية في حفظ مباحث التوحيد قد يخالفوني في هذا، لكن أنا أدين الله عز وجل وأتعبده بهذا وألقاه على هذه العقيدة، أنا ألقاه بما أؤمن به الآن، وهذه جوهرة الدين التي قد يعني زلت عنها أفهام وضلت عنها أقلام وابتعدت عنها يعني أقدام. انتبهوا أيها السادة، هذه جوهرة الدين. حبيبي تكليفك أيها الحبيب، أنت أصلا أقول لك كلمة باختصار أريحك وأريح حالي، أنت لا شيء. يعني شلون لا شيء؟ أنت لا شيء، لا شيء، أنت وهم، أنت وهم، وهم بكل ما تعني الكلمة مما أعنيه. نحن الآن وهم، يعني أنا الآن بجس هذا الأخ لابس بدلة تماما، في شيء اسمه لحم ودم تماما. هذا الأخ الآن موجود بتجلي من تجليات اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تماما، ولو قطع عنه وارد التجلي الآن لاختفى، ما في شيء، ما في شيء. لكن هذا عندي الآن بتجلي من تجليات الله عز وجل، تجلي الخالق تماما، موجود مخلوق امامي، لكن لو قطع عنه هذا الوارد ما في. على سبيل المثال، ما تشوف واحد قاعد هيك يتكلم مثل الان شوي ما عاد يتكلم، طيب وين؟ ما ما ما, ما نقص فيك شيء؟ يفحصوا اجهزته كامله، دماغه كامل، جسده كامل، لسانه موجود، ما اكلته القطه كما يقولون، هذا هو. طيب احكي، ما عاد يحسن يحكي، تكلم، ما عاد يتكلم تماما. كان الله عز وجل يرفده بوارد النطق، تجلي من تجليات اسم الله تماما، اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، فلما قطع عنه الوارد انتهى عنده النطق، يكون يبصر تجلي اسم الله البصير، قطع عنه الوارد صار اعمى، يكون يسمع صار اطرش تماما، فجأة هكذا قلبه عم يدق ودم وكذا، قال نقطة دم تخثرت، عرفت كيف؟ سببت له
جلطة فوقف القلب فمات الإنسان. هذا الحكي كله هذا ممكن يمرق على الناس الذين لم يفقهوا الحقيقة. كان الله جل يتجلى عليه باسم الحي فهو حي، فقطع عنه وارد الحياة فمات. مات بنقطة، مات بشرقة، مات على أهون سبب. مات، ما الذي أماته حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. الجسد ما فيه شيء. طيب شو السر مع وجود الروح وعدم وجوده؟ والروح موجودة، لا يتعفن ولا يتحلل ولا يتفسخ، تخرج الروح الجسد. تعالك شوفوا بعد كم يوم تحلل عادة ترابا. كيف؟ سلب الله عز وجل خاصية البقاء، بسم الله الباقي، ما عاد غرض فنى، سلط عليه تجلي الفناء. نحن أيها السادة أوهام، نحن شخوص وأشكال تمر فتنقضي. طيب كرمنا الله وشرفنا بأن اصطفانا من بين خلقه، هو أراد صور، نحن اصطفانا الله عز وجل فأعطانا تمييز وعقل وتفكير وكذا، وصرنا نقول نحن ونحن 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 في الحقيقة لا شيء. إن أجرى على أيدينا خير فمنه سبحانه وتعالى، ومن تمام نعمتي عليك أنه يخلق وينسب إليك. لا تصدق أنك قادر على فعل شيء إن لم يوفقك وإن لم يخلق فيك القدرة على الفعل. تماما. الآن مثلا أنت قال بدك تجي تحضر مجلس علم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي خلق فيك الحركة؟ ما الذي أعطاك الرجلين تمشي فيها؟ ما الذي أعطاك السمع الذي تسمع فيه المجلس؟ ما الذي هيأ لك كل الأسباب؟ تماما. وقبل كل هذا وبعد كل هذا أيها الحبيب، من الذي الآن يدير لك شأنك وانت جالس عم تسمع مجلس العلم؟ من حيث اختزال المعلومة، من حيث الإبصار، من حيث السمع، من حيث عمل القلب، الرئتين عم تتنفس، اللي عم يدبر لك الأمر الآن كله من؟ أنت عم تشعر بنفسك عم تتنفس؟ طب من عم يخلق فيك النفس شهيقا وزفيرا؟ أنت عم تشعر شيء؟ أنت في لك إرادة في تصفيه الكليتين وتعمل عمل تصفي السموم إلى المبولة؟ تماما. أنت عم تشعر شيء فيها الآن؟ ما الذي يرتب لك الأمر؟ أنت عم تشعر شيء؟ دمك عم يمشي الآن؟ مين عم يمشي لك إياه؟ أنت شيء مشغل قلبك الآن؟ ماسك شيء زر بإيدك عم تكبس نبض القلب؟ طيب ما الذي يعطيك الآن؟ ما الذي يحرك لك قلبك الآن؟ كلك على بعضك أنت تتحرك بالله، عم تسمع بالله وتنطق بالله وتجلس في الله وتروح في الله وتجي في الله، أنت بالله، فأنت بدون الله لا شيء. تمام. وما زلت لا شيء. متى ما استشعرت أني لك استقلالية تقول أنا هلكت، خسرت اختبار الفهم. فقالوا أربعة هي التي أهلكت وما زالت تهلك. أنا حينما قالها إبليس أنا خير منه. تماما. ولي حينما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وعندي حينما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. ونحن حينما قال أهل سبأ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وإلى الآن كل من يقول أنا أو لي أو عندي أو نحن هذا أحمق، خسر في اختبار الفهم، ضل وزل وابتعد كثيرا جدا عن الحقيقة. طيب والذي رفع السماء وبسط الأرض، مو سؤال الأمة كلها محتارة متى نرتقي؟ والله متى ما فهمت هذا ارتقت. لا يظهر حسد ولا حقد ولا مشاكل ولا إحن، يصبح الناس على مراد الله كما أراد الله تلقائيا تلقائيا تلقائيا. ليش اللي يفهم الآن؟ اللي يفهم يدفع بالتي أحسن، يكظم الغيظ، يعفو عن الناس، يتجاوز، يحسن إلى المسيء، يصل من قطع، يتحمل، يصبر. من أجل ماذا؟ لأنه يتحرك بالله، لأنه فهم عين الله. أنا مشان سواد عيون فلان وعلان وعلان أنا عم بصبر، يجي واحد يؤذيني أقول له يروح. أنا لو رجعت إلى صفاتي استقلالا، لو أنا يعني لي استقلالية على ما فيني من 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 كثافة، أنا قادر. اللي يقول لي ولاك أقول له 600,000 ولاك. طيب مين اللي أعطاني القدرة؟ عم يؤذيني أقول له عفى الله عنك، عم يعبس وجهي فأبتسم، عم يسيء إلي فأكظم غيظي، عم يسيء فأحسن إليه. تمام. مرت من خلال من؟ من خلال الله سبحانه وتعالى. من الذي جعلني أسمو إلى هذا المستوى؟ الله. طيب السر أنني فهمت، السر أنني فهمت. فتصور لو الكل فهموا، يظل مسلمين مختلفين، الأخ السائل وين راح ما بعرف الارتقاء. تماما. يظلوا اثنين مختلفين، يظلوا اثنين متخاصمين، يظل في تنازع، ما يبقى أبدا. طيب لماذا ما عم ترتقي الأمة وما عم تفهم؟ لماذا لا تفهم الأمة؟ شو السبب؟ لماذا؟ أحسنت أحسنت أحسنت. لو شاء ربك لجعل الناس
أمة واحدة ولا يزالون. الله قبل عباده على ما هم عليه. لذلك الدليل أنه قبل عباده على ما هم عليه. أعطيك الدليل القاطع الشرعي مشان ما نظل نضج ونظل نلج. افهم، ولما تفهم تصبح أوسع من الكون، ترى الأشياء على حقيقتها. أعطيك الدليل القاطع، قطع القطع، إني ما أقوله هو الحقيقة الشرعية تماما. لا تنكشف حقائق الدنيا إلا في الآخرة، مو صحيح؟ هلا هون في لف وفي دوران وفي خداع وفي نفاق وفي رياء وفي صدق وفي كذب وفي خطأ وفي صواب. طيب هناك يظل شيء؟ كله راح يكون مكشوف، تنكشف الحقائق تماما. طيب شو حقيقة أن الله، الحقيقة الله سيكشفها يوم القيامة، أن الله قبل عباده على ما هم عليه؟ شو الدليل؟ تعال معي. الله سبحانه وتعالى يوم يحشر عباده جميعا تماما، هو لو أراد سبحانه وتعالى بعد ما أماتهم أنهى القضية وهم في موتهم، عذب من يشاء ونعم من يشاء، أو حولهم عدم وانتهت القضية، لا، قال يريد يحشرهم مرة ثانية يقفون بين يديه. من هم؟ يوم القيامة مهما أقول لك نحن لا شيء، كلنا لا شيء. تنكشف الحقيقة، الخليقة من آدم إلى قيام الساعة جنا وإنسا، جمادا ونباتا، ملائكة، حيوانات، عجموات، كلها واقفة شاخصة تماما، شاخصة أبصارهم مخطئين. طيب يلا وينك أبو فلان؟ شيخ فلان؟ يا فقيه؟ طيب يا نبي؟ طيب يا رسول؟ كل واحد ماسك له زاوية من العرش وقد شخص ببصره. يجوا الناس عليهم كله بعد نفسي نفسي، إلا واحد كان فهمان الفهم المطلق. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، اختصه الله. عسى أن يبعثك ربك لك، هي بس مني مقاما محمودا. شوف الخليقة كلها، أنبياء، رسل، أولياء، أتقياء، فجار، طغاة، فراعنة، ملوك، حكام، عرات. سيدة عائشة تقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم بعض، كل أهل الحشر عرات. قال لكن ولا واحد يعني عنده مجال أن يرف نظره أن ينظر عورة الثاني، كلهم شاخصين باتجاه العرش عم ينتظروا أمر الله سبحانه وتعالى. شو أنتم؟ أوهام. شو أنتم؟ لا شيء لا شيء. الأتقياء ما ظل شيء من تقانا، الفجار ما ظل شيء من فجورنا، يا ملوك الأرض لا ملك اليوم، لا تحكي، كل عرات واقفين شاخصين أبصارهم. كشفت الحقيقة، نحن لا شيء. يتصرف الملك بنا كما يريد، كما أن هناك يتصرف بنا كما يريد، ترى هنا عم يتصرف بنا كما يريد سبحانه وتعالى. طيب أنا أعطيك أني الله جل هكذا أراد عباده، هذا اختبار الفهم. قال يبدأ الخلائق، قال يتهامسون فيما بينهم، يتهامسون فيما بينهم، قال لو نلجأ إلى أحد الأنبياء لعله يشفع لنا. فيبدأ الله عز وجل بإيش؟ بالحساب، ولو إلى النار، كثر ما طالت الوقفة وغرقوا في العرق. قال يا رب حاسبنا ولو إلى النار، بس خلصنا نرتاح، نعرف هذا وين وهذا وين. سبحانه وتعالى يتعامل كما يريد. أيضا لو أراد الله عز وجل بلحظة فصل بين أهل الحشر، أنت جنة أنت جهنم أنت جنة، خلصنا تماما، لا لا، يبقي هالمسيرة كلها ممتدة كما يبقي أهل الدنيا في امتحان الدنيا والتكليف. فيأذن لهم سبحانه وتعالى فيذهبوا يلجوا عادين، يروحوا لأول نبي وثاني نبي وثالث نبي ورابع نبي، وكل نبي يقول نفسي نفسي لا أملك شيئا، لقد غضب الله اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ما عندي استعداد. أنت نبي ورسولكم طول عمرك عم تدعي مشان إنقاذ النفوس من النار، خلصنا من العرق، ما عندي استعداد، اذهبوا تماما. إلى أن يأذن الله عز وجل، لمن يأذن للأنبياء بالشفاعة يشفى. حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله من التسبيح والثناء والدعاء والرجاء ما يلهمه. ثم يقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك. لولا أنه قاله قل لن يقول، لولا أعطاه الإذن ما أحد له دور، ما أحد له دور، حتى الشفاعات ترى واجهت. قل الآن، قل خلاص سنتفضل، سننفذ مشيئتنا في عبادنا وسنظهر ميزتك وفضلك، وقل يسمع
لقولك. تصوروا يا الأحبة، الله عز وجل يبدأ أولا بحساب الجمادات، حساب الحيوانات والعجموات أمام أهل المحشر جميعا، من أجل ماذا؟ قال إقامة الحجة على عباده. وناس عرفين حالهم كشفة الحقيقة لا يملكون من أمرهم شيء، ومع ذلك سبحانه وتعالى قال يعني يقيم الحساب على الحيوانات لكي يظهر عدله سبحانه وتعالى، فيقتص للشاة العجماء من الشاة القرناء تماما، واحدة لها قرون واحدة من نطحتها في الدنيا يحاسبها ليش نطحتيها سبحانه وتعالى. يقول وعزتي وجلالي لا أسألن الحجر لما ضرب الحجر، ولا أسألن العود لما خدش العود، ولا أقتصن للشاة العجماء أو الجلحاء من الشاة القرناء. فيفصل ثم يقول للبهائم جميعا كوني تراب تكون، بس عادها كما كانت. هنا عندها يقول الكافر يا ليتني، ويقول الكافر يا ليتني، يا ريتني فهمت، يا ريتني كنت في الدنيا عجماء بهيمة ثم الآن أحول إلى تراب تماما، ولا يساق بي إلى النار التي تزفر تمام. قال الله سبحانه وتعالى يبدأ يفصل بين عباده، هذول الذين ما عم يقبلوا العباد وما عم يقبلوا درجاتهم، أنا أستغرب منهم. الله عز وجل يقول اشفع يا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع، اشفعوا يا أولي العزم، يبدأ يأذن هو. طيب إذا ما بده يغفر يأذن بالشفاعة، يعني في أحد يملك على الله ضربة لازم؟ لا لا، أنا بفضل يلا اشفع، وأنا بدي أغفر لهم، يلا اشفع يشفع، اشفعوا أولي العزم، اشفعوا يا أنبياء، فليشفع الرسل، فليشفع العلماء، فليشفع الشهداء، يشفع الوالدين، يشفع الأطفال الذين ماتوا صغار، يشفع الأخ لأخيه، اشفع 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 اشفع. ومو واحد واثنين، لما تصور عدد الخليقة من آدم إلى قيام الساعة مزدحمين، والله جل فتح أبواب العطاء والرحمة، اشفع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لما نقول كلمة شفاعة لمن؟ لمين لمين؟ في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، في ناس يعبرون الصراط كالبرق وكالطير المسرع وكالجواد المسرع، والناس خلصنا ذول كلهم موحدين تماما. الله عز وجل يقبل يقبل يقبل. الشفاعات تبدأ لمن؟ لمن؟ للمسيء، لهذول اللي ما عم يرتقوا. باختصار هيك من آخر أجل لك إياها، لهذول اللي ما عم يرتقوا، عم تشتغل فيهم ليل نهار وما عم يرتقي، والله قبلانهم تماما. وبس أمة محمد، للخليقة بكاملها، هذا الكلام لكل الخليقة ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ميزة. اشفع 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 اشفع، خلصت الشفاعات، حتى أن العبد يشفع لأخيه بشربة الماء، شربة ماء. مسلم مر على واحد شرب عنده كأس ماء، كأسة الماء تصير شفاعة، يلا اغفر له. تصور يعني هذا عسكري ماشي نهار نازل من قطعته، مر على واحد صاحب دكان قال له والله عطشان أخي ممكن شربت ماء، يقول تفضل أخي، شغل شباب يعني، تفضل أخي. يوم القيامة يتذكروا، مو يتذكروا، الله يذكروا فيه. تعيش اسمك؟ يقول يا عبدي يا وليد وين أنت رايح؟ والله الحور يا رب. لا ترى هذا شوي، في أنت في دار الدنيا مريت يوما على واحد من عبادي فلان تذكره شربك كأسة ماء، إيه والله تذكرته، أما تشفع له بها؟ الله يذكره، شفعني، يقول له اشفع يلا امشي. لهذه الدرجة يا سادة، الله قبلنا عباده، لا تخطئوا الفهم، افهموا المشروع جيدا. فتخلص الشفاعات، ما يظل أحد، ما ظل ولا شفاعة. قال فيقول الله عز وجل، هنا ها الآن حتى يقول الله عز وجل. عجب، يا ترى شفاعة الأنبياء والرسل والأتقياء والشهداء والعلماء والأبوين لأبنائهم، والزوج لذريته، والطفل لأبويه، والأخ لأخيه، عجب دي ظل حدا، ما أعلم، علم عند الله. قال يقول الله جل شفع الأنبياء، شفع المرسلون، شفع الشهداء، شفع 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 شفع، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. بقي أرحم الراحمين. قال فيحثو 3 حثيات من النار، انتبه، أناس لا يستوجب الجنة أبدا أبدا أبدا، ما يمكن يدخلها، ما يمكن يشم ريحة أبدا. فيحثو الله 3 حثيات ثم يدخلهم الجنة، وقد كتب على جباههم
عتقاء الله من النار. يقول عمر وعيناه تذرف بعد ما سمع الكلام، يقول أو يدري أحدكم ما حثية الرحمن، أيدري أحدكم ما حثية الرحمن؟ يا جماعة الله جل يوم القيامة يعني ما شلون أقول لك، يعني بده حجة حتى يغفر، يعني بس بده يدخلك الجنة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. طيب الله جل قبل عبده، قبل صاحب الكبيرة وشفع في نبي، قبل صاحب الصغيرة وشفع في عالم، وشفع في وقبل هذا الأب العاصي وشفع في فرط الصغير. يكون أب ما يستحق الجنة، إيش له ميزة؟ أب وأم عصاة من أهل الكبائر، عصاة مجرمين، ما لهم إلا ميزة عند الله عز وجل، ما هي؟ تماما حبلة المرأة فأسقطت جنينها، أو مات الطفل وهو رضيع، هذا شو سمى؟ فرط. يوم القيامة يقول الله عز وجل خذوا من الجنة ذول، فيحتشدون على أبواب الجنة يقولون وعزتك وجلك لا ندخلها إلا مع والدينا دللين، فيشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم فيدخلون الجنة ولا يستحقونها. هاي ميزة، هاي ما يسوي عمليات إجهاض، إيش رأيك أبوه؟ دير بالك، ها تفكر هذا التفكير البعيد. فتصور لما الله جل هذه الميزة لك عند الله سبحانه وتعالى، يغفر للكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي والآثام، واللي لم يرتقوا واللي ارتقوا واللي مخربطين واللي يغفر للجميع سبحانه وتعالى، ثم يحثو حثيته جل في علاه. طيب أنت لماذا لا تعامل عباد الله جل كما يعاملهم الله جل؟ لماذا لم تقبلهم على ما هم عليه؟ لماذا دائما عندك نظرة التيئيس؟ لماذا عندك نظرة الإلغاء؟ تماما لا خير والأمة وانت ما انتهت أخي، إنها لم تنتهي عند ربها وخالقها وقبلهم على ما هم عليه، وابتلاهم في الدنيا بهذا، سلط الكفار والفجار وأراق دماءهم وأشلاءهم وعجل لهم عقوبتهم في الدنيا واختار لهم ما اختار سبحانه وتعالى. أرجع فأقول لك، شو تكليفك أيها العبد؟ الفهم. شو مهمتك؟ طيب بعد ما تسمع الكلام كله هذا، هذا الكلام يزيدك عملا أم يقعدك؟ يزيدك عملا، لأنك فهمت. يزيدك عملا، ما تعرف اليأس، ما تعرف الإحباط، ستعمل وأنت دائما في ألق، تشتغل ولو 950 سنة، اهتدى أحد اهتدى، ما اهتدت كل يوم القيامة يدبرك الله، أنا سويت اللي علي، يتولاك الله سبحانه وتعالى. واضح يا عباد الله؟ واضح يا عباد الله؟ شيخ الإسلام كما قلت على شدة وحدة وصلابة وصل لدرجة يعرف المشايخ أنه قال بفناء النار، وما أدراك ما فناء النار، ومات ولم يرجع عن هذا القول، عشان تفهموا هذا من أقواله. يعني يقول شيخ الإسلام دئتي يوم جهنم ما في، كيف ما في؟ كيف ما في عنده أدلة؟ هو يعذب الله شوي الكفار يطهرهم ثم يفنيها، كيف يفنيها؟ طبعا هذا خلاف ما عليها السنة والجماعة، لا نقر شيخ الإسلام على هذا، لكن ما أقول لك انظر إلى شدة الرجل، ووصل لدرجة لما تأمل في أسرار هذا الدين وأسرار الكتاب والنظر إلى عباد الله كيف وصل. تماما، فلم يتعارض عنده الشدة في أمر الله والقيام على أمر الله عز وجل مع الرأفة والرفق بعباد الله عز وجل. وإما ورد عن أبي بكر الصديق أنه كان يتمنى أن يدخل النار ويضخم الله جسده حتى يملأ به جهنم لإنفاذ وعيده، وقال لأملأن جهنم، قال املأها فيني ولا تعذب بها أحد من عبادك. أبو بكر، مو أنت بدك تملأها يا رب؟ لازم ينفذ وعيدك، لازم. طيب املأها فيني، حطني جهنم وكبر جسمي حتى تملأ بها جهنم، بس لا تعذب بها أحد. هذا الصديق أبو بكر. فمن أنتم يا عباد الله؟ فمن أنتم يا عباد الله؟ لا تنظروا الآخر في الدعوة نظرة إلغاء وأختام وإلغاء، انتبه، أنت مهمتك تنقذ عباد الله تماما، وعلى كثة يعني رفقك بعباد الله ورحمتك وفهمك لهذه الحقيقة ترتقي عند الله ويعجل الله النصر. أمة تصل لهذا المستوى الفهم، أمة ستعطى أستاذية العالم، ستعرف كيف تقود العالم. بس أمة متناحرة فيما بينها ما هي فهمانة كيف ستقود العالم، دا فهمانة ما عندها غير الذبح والسلخ. معناتها يوم كنا فهمانين يا سادة وملكنا هذه الأرض، ماذا فعلنا بغير المسلم؟ دللناه وأكرمناه واحترمناه وأعطيناه، وعاش سعيد في ديارنا وبيننا أكثر مما نعيش نحن، كنا موقفين أنفسنا خدم له تماما. بس لما كنا فهمانين، ما يطلع يا مجموعة شباب الله عم يحكمهم بموحدين ما في غير الذبح والسلخ، وناوي قال لك أخ إيش فيه؟ أخ لو أرزق شيء من التمكين، أخ لو الله يكي حترني على شيء قنبلة نووية، إيش تسوي لأزتها على حلب ما أخلي فيها أحد؟ هذول الأمة القاعدة التعيين. الله أكبر،
الله جل لا يمكن أن يملك هكذا أمة. شباب بهذا الانغلاق وهذا الضيق لن يعطيهم النصر. انتبهوا انتبهوا، لن ترتقي الأمة وتصل لقيادة العالم إلا لما تصل للفهم. فإذا ملكت عباد الله رحمتهم برحمة الله سبحانه وتعالى، ما في ظلم، ما في تجاوز، ما في اعتداء، الكل يعيش في ظهران هذه الأمة سواسية بعدالة مطلقة. يأتي قبطي من مصر إلى عمر الخطاب في المدينة يقول له ابن أمير مصر ابن عمرو بن العاص سابقني لأني سبقت ضربني وجلدني، قال أتسبق ابن الأكرمين؟ فبعث جاب عمرو بن العاص وجاب ابنه وعنف عمرو وأعطى الصوت للقبطي وقال اجلد ابن الأكرمين، ثم التفت إليه قال له يا هذا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لما نصل لهالدرجة في النوايا والمستوى من الفهم والارتقاء يملكنا الله ويحكمنا. أما على بعض نسلخ بعضنا مذابح، إخوة ماشيين بعهد الله، ما والله ما في بيننا شيء، والله ما كان بيننا وبين الشباب إلا كل حب في الله عز وجل، لحظة اختلفوا معنا في الرأي، كفروا وبدعوا وبدوا يسلخوا ويذبحوا ويدمروا، وصار يتقرب إلى الله كيف وبيدك. هؤلاء لا يحكموا، هؤلاء لا ينصروا. هكذا نموذج إذا ما فهم هل عم أحكي لك عنه لا يمكن تملك أبدا، لا يمكن. ومتى ما امتلأ قلبك بهذا النور بهذا الإكسير تجد أن قوة مغنطة ينجذب إليك الناس ويدين لك الناس ويسلم لك الناس قيادهم أيها الحبيب. أما جماعات السلخ والذبح ويعني القتل المجاني والعنف والإلغاء هذه مصيبة ما بعد مصيبة. ما كان الخوارج، ما كان أحد كالخوارج بأسا وشدة ورجولة وطاعة واستقامة وصلاة وجباه مقرحة من كثرة السجود، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. قضية مخيفة جدا. انتبه للمشروع، انتبه للمشروع، ارفق بعباد الله، أنت امتداد للرسالة، أنت فيض لينبوع الرحمة، هذه أصل رسالتك. كيف نحرص على إنقاذ عباد الله؟ فهمنا يا شباب؟ واضحة القضية؟ واضحة إن شاء الله. أسأل الله أن ينفع بكم. وأنا حقيقة المجلس ما كان مرتب له حتى كنت في حالة، لكن سبحان الله رزقكم ساقه الله جل في علاه. وأنا يعني حتى المشايخ فاجأناهم بهالكلمات، ولقد سررت سرورا طيبا بما سمعت منهم جزاهم الله كل خير. فإذا سأختم بدقائق معدودة تعليقات على ما قالوا، أجمل ما سمعت من الشيخ أخونا محمود، أجمل إشارة طيبة هي كلامه عن سهيل ابن عمرو يوم قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يقلع ثنيته يوم أسروه، قال له هذا عم يسبنا ويشتمنا، قال له لا تفعل يا عمر لعلك تسمع منهم ما يسرك إن شاء الله. بعد سنين أسلم سهيل وهذه الثنية اللي كان يقلعوها صارت تنافح عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا تستعجلوا بقلع ثنايا بعضكم ولا قلع ثنايا الناس، ربما ثنية الآن تحاربك تأتي يوم إن شاء الله يعني تسمع منها ما يسر. وجميل ما سمعناه من أخونا أبو الحسن، أجمل إشارة جزاه الله خير هي لفت النظر إلى يعني حديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحى الله جل إليه بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين تلاحيا فرفعها الله، فعدمت الأمة كلها. بركة ليلة القدر سبحانه وتعالى جعل الله رتب أني تلاحي اثنين أثروا على أمة بكاملها، فإياك أن تكون واحد من هذول الاثنين، احذر أن تكون منهما. والشيخ جزاه الله خير أكد وركز على أن الأسباب والماديات ليست هي المعول، ليست الكثرة وليست الأعداد هي دليل القبول عند الله سبحانه وتعالى، إنما قيامك على الأمر هو أكبر يعني دليل، والله جل ينصرك على القلة وعلى الذلة. أروع ما سمعت من أخونا عامر ذاك الإقرار الجميل منه أمام إخواني، يقول يطلب سلامة الصدر وجعلها إحدى الأصول الأربعة في النهوض والارتقاء، وقال أبدأ بنفسي وأنا حتى أنا بشر يجري ما يجري في صدري على إخواني، لكن سأبذل جاهدا أن يكون صدري سليم. أرجو أن تكون قدوة وامتداد لهذا الفتى الذي كان جريئا وكاشف نفسه أمام إخوانه، وهذه حقيقة أيها الأحبة. وجميل وكثير مما قاله يعني أخونا أبو العز حينما تكلم عن الأحزاب وربط بين الأحزاب الجدد والأحزاب القدامى وأنهم سيبقون متكررين، أجمل لفتة لا تمرر مخططهم من خلالك، لا تمرر مخططهم من خلالك. معلش يكسر الأمة يسحقوها يبيدوها، معلش
بس لا يكون من خلالك، لا تكون أنت سبب، سبب في سلبيتك، سبب في قعودك، سبب في تقاعسك، سبب في انهزامك، سبب في خلافك مع الأمة، سبب في عدم أداء واجبك. أنت أدي اللي عليك، وبعدها إذا فعل الأحزاب ما فعلوا في الأمة فلست مسؤولهم، ألا تكون أنت مشارك لهم في حملتهم المسعورة هذه إن شاء الله. أيها الأحبة، سمعنا كلاما طيبا وعشنا أجواء مباركة، وفرض علي المجلس أن أقول أمور كان لازم ما أخرها شوي، يعني لازم ما أنطق بها في هذه المرحلة، لكن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن تكونوا على سوية الفهم، وأن لا أسمع عنكم إلا خيرا إن شاء الله.